ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الأنور مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، على ضوء هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، هل نتوقع أن يكون رد فصائل المقاومة الفلسطينية على المقترح الذي خرج أو الاتفاق المقترح الذي خرج عن اجتماع باريس لاحقا لهذه الزيارة، بعدما يحل ربما وزير الخارجية الأمريكي بعض الإشكاليات التي تتحفظ عليها فصائل المقاومة الفلسطينية في العالم؟ أولا، رد فعل الفصائل الفلسطينية سيكون خلال الساعات القليلة القادمة. وبالنسبة لجولة بلينكين وتأثيرها على مباريات أو هل تقبل المقاومة الفلسطينية بالمقترح الذي تم تدارسه في باريس بين مصر وقطر وإسرائيل، في اعتقادي أن جولة بلينكين لا تضيف أو بالعكس ممكن أن تخصم من موقف المقاومة الفلسطينية، لأن بلينكين والولايات المتحدة كما يتابع الجميع هي شريك في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجميع تابع وتابع صفقات الأسلحة والمواقف السياسية في مجلس الأمن وفي تصريحات بلينكين وغيرها. المحدد الأول والأساسي والأخير في اعتقادي هو القبول بصيغة معينة ترضي المقاومة الفلسطينية، ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق من حيث المبدأ على هذه الصفقة، ولكنه أو الجيش الإسرائيلي وافق من حيث المبدأ ولكنه وضع بعض التفاصيل. وإسرائيل تحاول الهروب من إلى الأمام بإلقاء الكرة في ملعب حماس، وفي اعتقادي أن المقاومة الفلسطينية وحماس ستوافق مرحليا على وقف إطلاق مؤقت طويل المدى لتبدأ عملية تفاوضية للتوصل إلى صيغة، خاصة وأن كافة الضغوطات الإقليمية التي تحدث في المنطقة من في العراق وفي سوريا وفي اليمن كلها تدفع بضرورة الضغط على الولايات المتحدة أولا وإسرائيل لإنهاء ووقف القتال، لأن كما يعلم الجميع هي غزة، ما أحداث غزة وما حدث في غزة هو نقطة الارتكاز التي تحركت عليها الأحداث في المنطقة، والتي اتخذتها بعض الأطراف الإقليمية ذريعة لتصفية حسابات والحصول على أرباح ومكاسب. بمعنى أدق وأوضح، فإن القضية الفلسطينية ومأساة الفلسطينيين في قطاع غزة حولها البعض إلى قميص عثمان لمحاولة الحصول على مكاسب في ظل الصراعات الإقليمية والدولية، والجميع تابع ويتابع العلاقات الأمريكية الإيرانية المعلنة والغير معلنة، ولكن ما حدث في المنطقة وتوسيع نطاق العمليات يعني جعل الجميع يتساءل، هل كانت القضية الفلسطينية لم تكن متواجدة قبل أحداث طوفان الأقصى؟ المهم أن مسألة موقف الولايات المتحدة الأمريكية مما يحدث وموقف إسرائيل، باعتقادي أن الموقف الأول والمهم هنا أن تكون الضغوطات الإقليمية والمحلية والعالمية أيضا تؤدي في النهاية إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. طب إذن هل يمكننا القول بأن هذه الزيارة التي يقوم بها بلينكين الآن هي نتيجة للضغوطات التي تمارس على الولايات المتحدة كما تابعنا في البحر الأحمر وباب المندب وعلى القاعدة الأمريكية في العراق وفي سوريا، ومن ثم هذا ضاغط أو ضغط على الولايات المتحدة وجعل وزير خارجيتها يأتي للمنطقة لنزع فتيل التوتر في غزة حتى يلقي بظلال التهدئة على باقي أنحاء المنطقة؟ كنا نتمنى أن نقول ذلك، ولكن للأسف فإن معظم الضغوطات التي تحدث على الإدارة الأمريكية هي ضغوطات داخلية تتعلق بالملف الانتخابي الأمريكي. الجميع يعلم أننا في عام أو العام ما يسمى العام الرخو، عام الانتخابات ما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. للأسف معظم وجميع التحركات الأمريكية فيما يتعلق بالملف الفلسطيني تعود إلى أسباب انتخابية يعني في مجملها أو في معظمها، وهو ما يعني انعكس على تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن، خاصة وأن الرأي العام الأمريكي واستطلاعات الرأي داخل الحزب الديمقراطي نفسه تشير إلى أن الكثير من الديمقراطيين لن يصوتوا لبايدن. الضغوطات صحيح، ولكن أمريكا تدير الصراعات في المنطقة ولا تتورط فيها إلى حد مباشر، والدليل على ذلك
أن هناك خلافات وصفقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وأموال تحول وبرنامج نووي ومفاوضات 5+1 وغيرها من الأمور، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتجاوز الخطوط الحمر، وكذلك أيضا الحال بالنسبة لإيران. المعنى واضح والرسالة واضحة أن ما يحدث ويدار هو صراع إقليمي عالمي بضحايا عرب وعلى أراض عربية، ومن يدفع الفاتورة هم العرب. وإلا كانت الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تريد مواجهة والقضاء على العنف أو القضاء على ما يحدث في العراق وفي سوريا وفي اليمن، فكان عليها أن توجه ضربات مباشرة إلى رأس المخطط، بمعنى أوضح ضرب إيران، وهو الأمر الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تريد حرب شاملة مع إيران. والجميع تابع التصريحات الأمريكية التي أعلنت قبل أيام من شأن الهزمات والضربات على إيران وعلى سوريا والعراق أنها حذرت، بمعنى لم نرى العنصر الوحيد والحاسب في أي معركة وفي أي حرب هو المفاجأة. والجميع تابع ويتابع التصريحات، إيران استعدت وعناصرها وميليشياتها استعدوا للضربات بخلاف ما حدث في اليمن التي جاءت دون وصلت الفكرة. نعم، شكرا لك أستاذ محمد الأنور مدير تحرير صحيفة الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف.